اجي بقى للقهاوي والشاش. أيوة. دي نقطة مهمة جدا. أهم جزء في موضوع الشاش ده إن هو يبقى بعيد عن، أنا زي ما قريت وصلحني لو أنا غلط، عن المدارس والمساجد. آه والبيوت يا فندم. ها؟ وماذا عن المنازل؟ يعني ما هو اللي تحت المنازل وقائم دلوقتي وله رخصة، لازم هينفذ الاشتراطات، وتنفيذ الاشتراطات يعني لازم يعمل مدخنة ولازم يأذن للمدخنين، ولها قصة كده. اه مدخنه وباب مش عارفه الكتروني. آه، بالظبط. يعني ايه باب الكتروني ده؟ يعني ازاي باب الكتروني؟ مش فاهمه يعني. بيفتح ويقفل. اه ما كل باب بيفتح ويقفل الكتروني ازاي يعني؟ يا فندم بعدي منه يفتح لي امشي. آه. يقفل يعني باب عادي يعني. باب عادي. بس في سنسور يفتح ويقفل. سنسور؟ يعني انت معقوله في قهوه يا سياده النائب؟ ما هو برضو انا مش عايزه احمل الناس. ثواني بس، احمل الناس. هي الناس مش مستحمله، خلاص الوضع صعب يعني، الاسعار اوريدي غاليه، فانا بحمل الناس مصاريف زياده واقول له القهوه اللي عنده شيشه باب الكتروني في دراع يقفل. بلاش سنسور. باب الكتروني ده غريب، قريته ما فهمتوش بصراحه، اصل انا قريت القانون كله وقفت بقى وقلت اقرا القرارات كلها. باب الكتروني.